الفل يا خالد. صباح الفل يا باشا. صحينا الراجل ده من النوم، بصوا زي ما انتم شايفين الشارع هادي والناس لسه ما صحيتش من النوم، بس الراجل ده عنده شغل كده جديد قلنا لازم نصوره النهارده، وجايب ماتشنجات مع بعض فلازم نصور الشغل ده. قول لي بقى ايه الجديد عندك النهارده، وبالذات الموف اللي تحت رجلك دي، انا عايزه اشوفها من على قرب كده. انا حاسه انها ده برين، ده خامته جميله قوي، ده برين. وكمان يا راجل دي طبقه، لا دي مش بس جميله، دي جميله قوي الخامه بتاعتها. وكم بقى دي يا خالد؟ 40 جنيه مفيش ولا لا؟ هو اخر حاجه منه، اخر حاجه منه منها بقى مشجره، بس خامات ثانيه. لا ما هي مش خامه دي طبعا، مشجر ده مش خامه دي. تمام. والماتشنجات دي ايه القمر دي؟ دي قمر خالص دي، مفيش منها الماتشنج بتاعها. لون السكري جميل، بصوا يا بنات شغالين لطيفه. بصوا ده بكام دي؟ ده المتر بتاعه 65. 65 كفايه تقله، 65 جنيه. بصوا يا بنات دي لطيفه شانيليا على لطيفه. تمام. ما هي اللون بتاعه هو الجنزاري، الجنزاري باين قوي، القطيفه بتاعته فيه. وده الكتان صح؟ ده الكتان بكام؟ نفس السعر، 65 برضو. كله عرض متر ونص يا بنات. دي ايه دي؟ دي سوفت دي ولا ايه؟ لا نفسه، نفسه لطيفه برضو. وبرضو نفس السعر، بس الساده بتاعه، الساده بتاعه المعلم بتاعه والمشجر بتاعه. يعني انت دي الساده، بصوا المعلم بتاعها هروح لها. بصوا دي برضو ساده، نعدي كده عشان اوريكم المعلم بتاعها. بص اهي المقلمه بتاعتها عامله زي المشرطه بالظبط، ودي المشجر بتاع المشرطه دي، وممكن تاخديها مع الساده دي. الناس اللي حابه تعمل ماتشنجات او تشد انتريه وكده، دي جميله برضو قوي. دي ايه دي؟ نفس اللي احنا كنا ماسكينه. البراند في لون جنزاري. استنى بس اصور دي عشان دي جامده قوي، دي جامده قوي قوي. 65 دي برضو يا خالد ولا ايه؟ حلوه قوي قوي دي يا بنات، لونها كافي، ممكن تاخديها بيضات، الناس اللي شغاله بيضات بس بتسال على الشغل ده. والجزء ده بكام يا خالد؟ الجزء ده بكام؟ 35. الخامه خفيفه شويه، دي فيها فتله ستان. الناس اللي كانت بتسالني انا عايزه قماش تنجيد، دي فيها فتله ستان، فدي ما تنفعش للتنجيد، تلاقي الملايه بتزحلق. الملايه بتتحط على السرير بتزحلق، عايزه حاجه فيها شانيليا شويه عشان الملايه تثبت. الشكل ده كده بخمسه، اي شكل منهم بخمسه وثلاثين؟ حاضر. عشان ما اشوف انا دي، بيقول لي اتعلم مع المطرز على طول، لا انا هشوف ده الاول. الشغل ده جميل قوي قوي. كل ده كده بخمسه وثلاثين جنيه. الاشكال دي اللي عنده بخمسه وثلاثين جنيه. العنوان زي ما قلت لكم، اول الشارع اهو باب العيادات الخارجيه، الشارع اللي قصاده على طول تلاقي خالد ومحمد خليفه والناس الحلوه دي. القماش عندهم بصراحه ملوش حل، ان كنت هتشدي ركنه ولا تعملي ستاره ولا تعملي الشغل ده. بصوا البرنت اللي انا لسه مصوره لونه موف، في لون منه جنزاري، الخامه بتاعته عجباني قوي، هو شكله على الحقيقه جميل جدا. بيقول لي بقى خش على المطرز. المطرز بقى، المطرز ده عندك بالمتر ولا بالحتة؟ بالمتر. المتر بكام بقى؟ بخمسين. المتر بخمسين، انا هقول لكم المتر بخمسين. دي تنفع سفرة تحفة تحفة تحفة. كنت بطلع المفرش السفرة اللي زي كده بمتين وخمسين جنيه، وبطنه من ورا بالقماش الستان وعمل له شراشيب، كان بيطلع تحفه بمتين وخمسين جنيه، ده اقل سعر يعني. لو لقيتوا الاشكال دي اصلا في الاسواق، المتر من المطرز ده بخمسين جنيه عنده. دي ايه دي؟ بس ده ايه ده؟ ده كنب، ده كراسي بوكيهات، بس كراسي تقريبا مش كنب. كراسي، بس قماشتها تحفه، احلى حاجه انها مش متحدده برضو، فممكن تاخديها صفر. تحفه دي، انتوا المطرز عندكم يهبل 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 يعني. تعالى فرد لي دي كده، بصوا دي جميله قوي برضو. تحفه دي، جميله حلو قوي قوي دي.
الشكل بتاعها فظيع، جميلة جدا دي، تنفع كذا فكرة، وحلوة برضو لما تكون سفرة. وده التطريز من على قرب. بصوا يا بنات، المطرز دوت عرض 3 متر، الوحيدة القماشة دي اللي عرضها 3 متر، والتطريز بتاعها التفتين عرض 3 متر. تاخديها بقى ستارة، تاخديها فرش سفرة، الناس بيبقى عندها سفرة رهيبة بيبقى عددها كبير، دي حلوة قوي تاخد السفرة كبيرة يعني. بصوا حلوة قوي برضو المطرزة دي، فيها زي ترتر اهو شايفين، دي جميلة برضو قوي، الشكل بتاعها تحفة. كل ده المتر بخمسين جنيه. بصوا برضو المطرزة دي على ستين، كل ده كده متطرز، الشغل ده كله كده متطرز شايفين، كتان قطن 100%. ده الحلو قوي للتنجيد، ده حلو قوي. بكام؟ بخمسة وسبعين جنيه المتر. ده حلو قوي للتنجيد، ده ما يزحلقش، بس بخمسة وسبعين. كل ده 75 ولا ده زي اللي انا بشاور عليه ده؟ بيتي ودوت ودوت ودوت. الله، ده في منهم بيتي، بصوا الشكل اللي انا كنت ماسكه منه، وسكري وكشمير والجنزاري، كل ده 75. وده ايه؟ ده 40. ده 40، ده عامل زي الجلد المقلوب. بصوا الظهر بتاعه اهو، وادي الوش بتاعه، حلوين قوي. ده القطيفه اللي وراك دي عرض ايه؟ عرض 150، مش عرض 3. ما بيجيش منها عرض 3 ده؟ دي كام حلو؟ عرض 3 متر حرير وستان، دول صورناهم، انا بتكلم على القطيفه دي، ما فيش منها بيجي 3. دي المتر منها بكام دي؟ انواع ده باربعينات. اربعينات الساده بتاعها ومنقوش، ده كده الحف، وده كده الساده، وده ممكن تحطيه ماتشنج معاها، ده جلد مقلوب او تقريبا برنت اللي في النص ده، لا انا اسميه جلد مقلوب، من هنا قطيف. ايوه ده كده الساده اللي عنده، ده كده اربعينات وخمسه وسبعين. من اول ده كده 30، من اول كده 30. فيهم نسبه حرير برضو، مش هتنفع لل دي ستاير، لكن في ناس تسعى التنجيد، ممكن بقى التنجيد كل اللي في الارض فعلا. في عندك 65، في عندك اربعينات، وفي 30 و35، على حسب ما بتيجي وعلى حسب المرتبه انت عاوزاها كم متر. دوري في البواقي دي هتلاقي ان شاء الله عدد المطر اللي انت عاوزاها، والمطرز ده ما يتسابش المتر ب 50 جنيه، ينفع زي ما قلت لكم ستاير، وينفع يا ربي ما فرش سفره. والستاره اللي انا قلت لكم اللي هي عرضها 3 متر دي ب 100 جنيه. الستاير الشوفون بكام؟ بكام؟ ب 12. ايه؟ الشوفون الساده. انا بتكلم على ده 30، وفي منه البلاك اوت بتاعه بنفسه بالصومات بتاعته متر ب 75. ده كده ب 30 جنيه؟ عرض 3. ده عرض 3 متر؟ ده ب 30 جنيه، ده الشوفون. في المشجر بتاعه البلاك اوت. حلو قوي الشوفونه اصلا، الشوفونه جميله. بصوا ده برق بنزين. ده كده قلت ليه بكام؟ ب 30 صح؟ حلو قوي عرض 3 متر. دي الرسومات بتاعتها، دي جميلة قوي، دي أجمل، دي بناتي بقى. كنت لسه هقول أنت مركز على الأولاد دي ليه؟ لقيت في بنات أهي شوفون، تمام؟ ده إيه؟ المتر ب 75 جنيه، عرض 3 متر، بلاك أوت، عرض 3 متر، نفس الرسومات اللي أنا وريتها لكم، الشوفون منها بلاك أوت التقيلة. الله ده جميلة جدا، البلاك أوت جميلة ب 75 جنيه؟ 75 عرض 3 متر. يعني ممكن تاخدي دي البلاك أوت التقيلة معاها المنقوش بتاعها الشيفون. المتر هنا ب 75، المتر هنا ب 30 الشيفون. دي الرسمة اللي أنا وريتها لكم دلوقتي، برق بنزين بس فين؟ في البلاك أوت. تعالوا بصوا دي الرسمة بتاعتها باينة قوي، بصوا باينة قوي أهي، في الشيفون ما كانتش باينة، دي كده باينه وباين انها زاهيه. الرسمه بتاعت البنات اهي اللي بقول لكم، اخيرا لقيت رسمه بنات، الخامه بتاعتها تحفه، الخامه تحفه، دي اهي ما هي دي بتاعتها اللي هي الميكي. اه ودي جميله قوي قوي، دي جميله. بصوا الرسمه بتاعتها هنا باينه قوي، وريتها لكم انا في الشيفون دلوقتي. الخامه بتاعت البلاك اوت دي تحفه تحفه،
ب 75 جنيه، تقيله قوي. اللهم بارك اللهم بارك، لسه قاطع الزبون. تمام، جميله قوي الحبه بتاعتها الصراحه. ونقفل الفيديو على كده، وحابين تيجوا تيجوا الشارع اللي انا بصور لكم فيه ده، تحف. ولسه الدنيا بصوا لسه ما حدش فرش، لسه احنا الساعه 7 الصبح ما حدش فرش، وصباحكم فل.